No, thanks for having me. أشكركم جزيلا لاستضافتي على شاشة you know, الأهلي. كانت you know, مباراة سريعة ولكن الأهلي أحرز فوز مستحق له وكانت لها لديه فرص كثيرة مقابل سان داونز. سان داونز لعب مباراة هامة ولكن كان لديه بعض الإخفاقات وسيحاول ربما في المستقبل وسيحاول اقتناس الفرص. كانت هذه مباراة ضمن مباريات الإفريقية وهذا ما دائما نراه، هناك فرص ومن يقتنس هذه الفرص سيستطيع الفوز، وسان داونز لم يستطع اقتناس جميع الفرص. ازاي تابعت مستوى التحكيم في الجولة الأولى؟ في جنوب أفريقيا المباراة كما قلت لكم من لديه الفرص، الأهلي استطاع التقدم وإحراز الهدف الأول فكان لهم الصدارة في المباراة، ولكن الأمور لم تحسم بعد وعلينا أن ننتظر ما الذي سيحدث في المباراة القادمة، لأن من يحرز أو من يحقق الهدف الأول ستكون لديه الصدارة في المباراة. طب خليني مستر باليكا خليني أقف معاك شوية، يهمني أسمع رأيك بشكل عام إزاي رصدت الوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا مستوى التحكيم، وعايز أعرف على وجه الدقة رأيك في ضربة الجزاء التي لم تحتسب على أونيانجو حارس مرمى سان داونز لصالح محمد شريف لاعب النادي الأهلي. ما الذي وقع في الملعب والاشتباك الذي حدث؟ كانت هناك الكثير من الأمور التي وقعت، وعندما تأتي سان داونز إلى القاهرة يريدون الفوز بأي طريقة للأسف، ويعرفون أن الأهلي فريق قوي، فالأمور لم تكن عراك بالمعنى الحقيقي، ولكن الفريق كان يريد أن يحرز أي تقدم ويريد أن يفوز. وأيضا خلال المؤتمر الصحفي عندما تحدث المدرب في المؤتمر الصحفي كانت هناك بعض المشاكل ربما، ولكن في النهاية هم فريقان جيدان وفريقان كبيران يريدون الفوز. مستر باليكا، هل بترى أن الأهلي كان ليه ضربة جزاء لم تحتسب على أونيانجو حارس المرمى؟ آه ولا لا؟ عندما ننظر إلى هذه الأمور فهي الأمور هي وفقا للحكام، فأنا لا أستطيع أن أقول إذا ما كان يجب أن تعطى هذه ضربة الجزاء للأهلي، ولكن هي أمور تحكيمية وفقا للحكم وما يراه في الملعب، وهذا القرار أعتقد أنه وفقا للحكام وفقا لتقديرات الحكام. رأيك في تصريحات منكوبة مدير الفني لسان داونز وقال النادي الأهلي لا يستطيع الدفاع بشكل جيد وبالتالي بإمكاننا أن احنا نتفوق عليه في بريتوريا، تتفق مع تصريحاته وفرص مين الأعلى من وجهة نظرك في مباراة العودة؟ كما قلت فالأهلي أحرز تقدم وربما لديهم فرص أكثر من سان داونز، ولكن سان داونز سيحاولون اقتناس كل الفرص المتاحة أمامهم، وعلى المدربين أن يستعدوا لهذا وأن يضعوا خططهم وتقديراتهم وفقا لهذه النتائج. وكما قلت هي فرص على الجميع أن يقتنسها، لأن سان داونز أضاع الكثير من الفرص ربما وسيحاول أن يعوض هذه الفرص في بريتوريا. ميلالي باليكا الصحفي بشبكة الاندبندنت بجنوب أفريقيا، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة.